يمكن هبدأ الأول مش من الهدنة، لكن هبدأ الأول بتحليل سعادة السفير للدور المصري منذ يوم 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى وحتى لحظة إقرار الهدنة أو الاتفاق على الهدنة. تمام، بس اسمح لي أستاذ يوسف أشير إلى حاجة معينة. النهاردة العالم كله بيتذكر أنه في مثل هذا اليوم منذ 6 عقود تم اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي. واغتيال الرئيس جون كينيدي هو أو غياب الرئيس جون كينيدي من على المسرح السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي قاد منطقة الشرق الأوسط إلى العدوان الإسرائيلي في يونيو 67، ونحن ما زلنا بنعيش في النتائج التي ترتبت على اغتيال الرئيس كينيدي في الشرق الأوسط. بس كنت أحب أقول كده.